تزوجت رجلا منذ 14 سنة ولم يكن لها علم بأن هذا الرجل قد ترك دينه وذهب وراء ملذاته ورغباته، ويوما بعد يوم ازدادت مشكلتها معه إلى حد أنها لم تعد تحتمل ذلك الوضع، فهي تريد جوابا مقنعا وشرعيا حسب شريعة الله ورسوله، فقد أنجبت من هذا الرجل 4 بنات وابنا وحياتها معه خطأ، فهو يمنعها من الحجاب الشرعي، وقد حلف يمينا بالطلاق بالثلاث إن رآها تصلي ليمزقن ملابس الصلاة، وكلما جاء رمضان يمنعها من الصيام إلى أن تضطر لترك المنزل الزوجي ولا تعود إلا بشروط، ولكنه يعود هذا الرجل كما كان وأسوأ، فتصلي بالخفية عنه من خوفها لو رآها لضربها ومزق ملابس صلاتها، ومع ذلك لا يجالس إلا الأشرار ويسهر إلى آخر الليل ويأتيها وهو سكران فاقد الوعي ومقصرا في واجباته حتى المنزلية ومصروف المنزل، ألفاظه سيئة للغاية، معاملته قاسية، وما تخشى وهي تخشى أن تترك المنزل، فهي تخشى على بناتها منه رغم أنه والدهم، إلا أنه لا يعرف الله، فتتوقع منه كل شيء والعياذ بالله، فما الحكم في عيشها مع زوج بهذه الحال؟ أولا يجب عند الزواج اختيار الأزواج الصالحين، نعم، المتمسكين بدينهم، الذين يرعون حرمة الزواج وحسن العشرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فدل على أنه يطلب عند الزواج تحري واختيار الزوج المتمسك بدينه، وأنه لا يجوز أن يتساهل في هذا الأمر، وقد كثر التساهل في زماننا هذا في هذا الأمر الخطير، فصار الناس يزوجون بناتهم ومولياتهم لرجال لا يخافون الله واليوم الآخر، وصرنا يشتكين من مثل واقع هذا الزوج الذي ذكرته السائلة، نعم، من إضاعة دين الله وارتكاب المنكرات والعشرة السيئة، ووقعنا في حيرة من أمر هؤلاء الأزواج، ولو أنهم تحروا قبل الزواج الرجل الصالح ليسر الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا في الغالب ينشأ من التساهل وعدم المبالاة بالأزواج الصالحين، ورجل السوء لا يصلح أبدا ولا ينبغي التساهل في شأنه، لأنه يسيء إلى المرأة وربما يصرفها عن دينها وربما يؤثر على ذريتها، فهو قرين سوء لا يجوز تزويجه، وإذا كان مرتدا عن دين الإسلام بارتكابه ناقضا من الدين هذا لا يجوز أن يزوج مسلمة، لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولقوله سبحانه وتعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وأما إذا تزوجها وهو مسلم ثم ارتد والعياذ بالله بعد ذلك فإنه يفرق بينه وبين زوجته المسلمة، إلا إذا تاب وهي في العدة فإنها ترجع إليه. فالحاصل أنه يجب الاعتناء بهذا الأمر الخطير، وأن يهتم باختيار الأزواج للنساء ولا يتساهل فيه، لأنه يترتب عليه أمور كثيرة. وأما بالنسبة لما ذكرت السائلة من حال زوجها وإعراضه عن دين الله، وأنه يجبرها على ترك الصلاة وفعل المنكرات، وأنه لا يتورع عن المحرمات، فهذا أمر خطير، لا يجوز لهذه المرأة أن تبقى في عصمته، ويجب عليها أن تطلب الفراق منه، لأنه لا خير فيه ولا خير في البقاء معه، فيجب عليها أن تفارقه وأن تبتعد عنه لتسلم على دينها وتسلم على عرضها وتسلم على بقية حياتها، لئلا يضر بها أو يصرفها عن دينها. نعم. إذا حصل وفارقت فمع من يكون الأطفال؟ يكون الأطفال إذا كانوا صغارا دون التمييز يكونون مع أمهم إلا إذا تزوجت، نعم، فإنها تسقط حضانتها، أما إذا بلغ الذكور 7 سنين فإنهم يخيرون، فإذا اختاروا من يصلح لدينهم وتربيتهم الصحيحة كانوا معه من الأب أو من الأم، والحاصل أن ولي الأمر يرجع في هذا إلى القاضي الشرعي فينظر في مصلحة هؤلاء الأطفال ويجعلهم عند من يحسن إليهم ويحسن تربيتهم. نعم. أحسن الله إليكم.